إذا قيل لك ما معنى أن عيسى روح من الله، فقل هو روح، ولكنها ليست روحا مجردة، بل روح ذات جسد. لما؟ لأنه يأكل ويشرب. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. والذي يأكل الطعام هو روح بجسد، لكن معنى وروح منه يعني أنه كائن من الله، وليس أن عيسى جزء من الله تعالى الله. نظير هذا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من. هل السماوات والأرض جزء من الله؟ الجواب لا، وإنما هي كائنة من الله بتقدير من الله عز وجل.